وبعدين القضية ما بقتش قضية خروج عن النص أو ممثل بيخطئ في التعبير عن فنه أو عن دوره. القضية من يحاكم الفنان إذا أخطأ، من يحاسبه، من يقول له يعني حدودك لغاية كده. هل تعتقد أن القضاء ووصول الفنان لساحة القضاء هي دي الحقيقة اللي المفروض نعترف بيها وهو ده الحل؟ مع الأسف طبعا اللي سيادتك بتقول عليه بالنسبة لهل أن الفنان يذهب به إلى القضاء ويمثل في محكمة، وده شكل غير حضاري تماما، يعني شكل غير حضاري. وبعدين الفنان هو مرآة مجتمعه بكل آلام مجتمعه، بكل آمال مجتمعه، بكل شجون مجتمعه. فالفنان لا يعامل مثل هذه المعاملة المفروض في يعني في بلد أصلا هو بحضارة. يعني ما احنا بنقول المفروض انه ما يعملش كده، ده وجهة نظر كفنان. لا. ولكن مين المفروض بقى ان هو يحاسب الفنان اذا اخطا اثناء اداء؟ يعني هو المفروض ان كل ان الفنان واخد على نفسه ميثاق شرف وله منطقة بيتحرك فيها، بتتم فيها عملية الخلق بالنسبة له، سواء كان في المسرح بالتحديد. يعني المسرح ممكن جدا تيجي جملة المؤلف لو قعد 100 سنة مش عارف يقولها، لكن من خلال فهم الفنان وهضمه للمعنى ممكن تطلع الجملة وتكون موضوعية جدا في الكلام اللي هو بيقوله. فمفيش حاجة طبعا الخروج عن النص بمعنى ان انا اروح مثلا اسافر حته تانية واسيب الروايه واحول على مش عارف مين واكلم مين وناس العالم هم جايين ليه. طبعا ده من وجهه نظري خروج غباء وليس فنا. يعني لكن انا ممكن فنان يخرج عن النص، طبعا ده مش رد على السؤال بتاعك، لكن احنا بنتكلم في حته النص، من خلال ان هو يخلق في الجمل اللي هو هضمها. ايوه، يعني يبقى عنده حريه التعبير عن اداء، عنده حريه التعبير، واحيانا الكلمه بتلح عليه فبيقولها وبيكون صادق فيها. طيب حدوده بقى، هل اذا تعارضت الكلمه دي مع مشاعر الاخرين او احاسيسهم؟ احنا عايزين نقول ان الفنان بيعبر، لكن فجاه بتثار الضجه حواليه انه عبر بطريقه غلط. يعني هو المفروض يعني احنا المفروض برضو اذا عبر الفنان فيعبر برفق، يعني يقول قولا لينا. يعني عندما ارسل ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى الى فرعون، لفرعون مصر، قال له قل له قولا لينا. فيعني اللي احنا هنقوله الكلمه ده طبعا مش اسوأ من فرعون، ولا احنا احسن من موسى، ولا ايه؟ حضرتك شايف نقابة المهن الفنية تؤدي دورها تجاه الفنان من تجاه حمايته أو لتعرضه لأي موقف محرج، هل هي بتأدي دورها؟ يعني أنا بعتقد إن الجهد دلوقتي المبذول كله حاليا بيتمثل في إنسان واحد اللي هو مؤمن بيه 100%، وإن كانوا اتنين يبقى أنا متفائل، وأقولهم طبعا النقيب الأستاذ حمدي غيث، فبدون شك متحمل مسؤولية ومتحمس ليها. مين بيساعده بقى؟ يعني الجهد اللي واضح ان احنا كفنانين وكأعضاء نعتقد ده جهد حمدي غيث فقط يعني. لكن طبعا لسه النقابة لم تؤدي دورها بالنسبة للفنان، يعني ما اديتوش حاجة، هي بتاخد منه دلوقتي من ساعة ما هي بتاخد بس، لكن ما اديتوش حاجة. شكرا لك.